هلما بنا لنشاهد كيف أن بيت لحم قد فتحت عدنا ونجد النعيم في مكان الخفاء. هلما لنجتني محاسن الفردوس في داخل المغارة، فإنه قد ظهر هناك أصل بغير سقاية يتفرع منه الغفران. هناك وجدت بئر غير محفورة، قد اشتاق داود أن يرتشف منها قديما. هناك البتول ولدا فسكنا للحال ظمأ آدم وداود. فلنتقدم إليه إذن، فإنه قد ولد صبي جديد. الإله الذي قبل الدهور